بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع الجزء الثاني من أسئلة الاختيار المتعدد للصف العاشر عام، فتعالوا نشوف مع بعض نتعامل معها إزاي. فمثلا هنا بيقول لي use circle D to find the length of each arc. يبقى أنا هنا عايز length of each arc. يبقى هنا عشان تقدر تحل هذا السؤال لازم تكون حافظ هذه القاعدة، في حالة إذا كان عطيك الزاوية بالدجري يعني بالدرجات. في صيغة تانية ناخدها بعد كده اللي هي لما يكون عاطيني الزاوية بالريديان اللي هي بدلالة الباي يعني. فهنا بيقول أنا عايز طول القوس ال ام. فين ال ام؟ أدي ال ام، هذا هو ال ام. طيب الزاوية بتاعته بكام؟ يبقى نخلي بقى اللي هو عاطيني هنا الزاوية دي 50 ودي ب60، وعاطيني الزاوية هنا بكام؟ ب100. يبقى إذا في هذه الحالة هعوض عن الاكس بكام؟ ب100، وهعوض عن الار. طب الار بكام؟ انا عايز نصف القطر. طب هو بيقول لي هنا نصف القطر الراديوس، يبقى الراديوس 5، يبقى دي الار عندنا بكام؟ ب5. خلي بالك لو اعطيك الديامتر يبقى لازم تقسمها على كام؟ على 2. فهنعوض عن الاكس ونعوض عن الار، احصل على هذه الجزئيه، يبقى 100 كده. بالاله الحاسبه بنقدر نحسب قيمتها تطلع بهذا المنظر. مسألة بسيطة جدا ما فيهاش أي مشاكل طالما أنت حافظ القاعدة الخاصة بمين طول القوس. المسألة الثانية بيقول أنا عايز طول القوس ام ان. فين القوس ام ان؟ هذا القوس ام ان. طب هو مش عاطيني الزاوية، ولكن انتبه للكلام اللي معطول لك، بيقول لك ان ال از ادايمتر، يبقى هذا الوتر يعتبر قطر، بينما قطر يبقى هو بيقول لي قطر. طب طالما قطر يبقى يقسم الزاوية الدائرة إلى نصفين، يبقى هذه الزاوية كلها كده 180، عندنا جزء ب100، يبقى الجزء التاني بكام؟ ب80. هي دي كانت مشكلة عندي. طب يبقى أنا عندي الزاوية ب80 وهو عاطيني الديامتر، خلي بالك الديامتر، يبقى إذا الأر بيساوي كام؟ أقول له 3 على 2 يارد. وعندنا الزاوية إكس اللي هي عبارة عن جيم حصلناها 80، يبقى أنا هعوض عن الأر وهعوض عن الاكس وخلص المساله وانتهت كده. فمساله سهله جدا طالما انت حافظ القاعده، عوض عن الاكس وعوض عن الباي، هتحصل على مين؟ على هذه النتائج بالشكل ده. يبقى انا قسمت 80 على كذا والار 1.5 زي ما قلنا، ده 1.5 اللي هي 3 على 2، لان هقسم ال 3 على 2 ممكن اكتبها 3 على 2 او اكتبها 1.5 الى الحاسبه خلاص. طب رجع بيقول انا عايز القوس كي ال. فين القوس كي ال؟ يبقى تعالى نرجع كي ال، يبقى ادي القوس كي ال خلاص. يبقى الزاويه بكام؟ ب60. طب هو عطيني نصف القطر بكام؟ بس ما عطانيش نصف القطر، بيقول لي جي دي. طب تعالى نشوف جي دي كام. جي دي، طب ما احنا لازم نكون عارفين ان ده عباره عن مين، عباره عن الراديوس. يبقى انا كذا بكذا طريقه، ممكن يقول لي هنا عطيني الراديوس، ممكن عطيني الديامتر، ممكن يديني الشكل على الرسم، فلازم اكون فاهم عشان اعرف حاجه. يبقى اذا الجي دي اللي هو دي هي عباره عن الار، يبقى الار ب70 ب7 سنتيمتر، وعندنا الزاويه اللي هي الاكس عندنا كام؟ قلنا هتبقى قياسها كام؟ 60. هعوض في المعادله الخاصه بالارك لينجث، احصل على الكلام الموجود عندنا 7.33. هذا بالنسبه للاسئله. فسؤال سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. نيجي للسؤال اللي بعده نفس الكلام. يبقى اذا انا عندي بيقول عايز قوس، يبقى عندي ان ال ب 12. فين ان ال؟ ان خلي بالك هنا انت عطيك هنا ان ال، ان ال يعني دي الديامتر، يبقى عباره عن ايه؟ الديامتر. يبقى انا عندي هنا ال ان ال هي الموجوده عندي دي، ان ال دي عباره عن الديامتر، يبقى الديامتر هو عباره عن مين؟ هو عباره عن 12. يبقى اذا الراديوس عباره عن مين؟ اقسم ال 12 على 2 يبقى 6. ايه؟ 6 قدم. طيب فين الزاويه اللي انا عايزها؟ انا عايز القوس ان كي. يبقى اذا قوس ان كي فين ان كي؟ هذا القوس. يبقى خلي بالك، طب ان كي عباره عن مين؟ عندنا جزء 50، طب والجزء الثاني؟ ما احنا قايلين ان ده عباره عن قطر، يبقى الثلاث زوايا مع بعض لازم يكون 180. طب 60 و50 110، 110 بظل هنا كام؟ 70. يبقى اذا قياس الزاويه بتاعت القوس ان كي هي 70 زائد 50. يبقى اذا الزاويه اللي احنا اسمها اكس هقول له عندنا الاكس يساوي كام؟ 120 درجة. أبدأ أعوض عن الإكس وأعوض عن الآر، أحصل على النتيجة اللي عندي وخلصت المسألة. فمسائلها سهلة طالما أنت حافظ مين؟ حافظ القاعدة الخاصة بطول القوس. ولكن خلي بالك إن إل، طب هي عبارة عن إيه؟ لو هي عبارة عن ريديوس يبقى هعوض بها مباشرة هي الآر. طب هي عبارة عن الدايمتر يبقى لازم أقسم على 2. فنخلي بالنا من هذه الجزئية.
تعالوا مثلا نشوف سؤال تاني ونشوف نحل ازاي. طبعا الاسئله البسيطه دي ما فيهاش اي مشاكل. بيقول لك رايت ايتش ميجر اتش ديجري ميجر ان راديان از ا مالتبلاي فور اوف باي. يبقى انا عايز احول من ديجري راديان، دي سهله. يبقى احنا هنا عايزين نحول من الديجري الى راديان، يبقى عباره عن مين؟ اقول له ال 120 درجه هضربها في باي على 180 وبالاله الحاسبه بكمل. لو احنا كملنا بالاله الحاسبه مثلا اختصرنا هذا وصفر مع صفر 12 لو قسمنا على 6 يبقى 2 باي على 103. ال 45 يبقى 45 هضربها في باي على 180 يعني هيبقى باي على 4. طب ال 30 كله نفس القاعده، يبقى باي على 180 يبقى هتبقى باي على 6. لا هو خلي الباي معاك، لو انت كتبت بالاله الحاسبه هتظل برضه نفس الكلام. نفس الكلام انا اقول 90 مضروبه في باي على 180 يبقى اذا الناتج كام؟ باي على 2. ال 180 لو ضربتها في باي على 180 ابقى احصلها باي. طب 225 لما اضربها في باي على 180 يعني دي 45، لو انا قسمت على 45 تبقى دي عباره عن 4 ودي قسمناها على 45 هيطلع مننا 5، يبقى 5 باي على مين؟ على 4. وانت اتاكد منها في بالاله الحاسبه. فدي مساله بسيطه جدا، التحويل من الدرجات الى الريديان، من ديجري تو ريديان، فدي سهله بسيطه. نيجي نشوف مساله ثانيه العكس بقى، عايز يحول من ريديان الى درجات. فطبعا انا حليت كذا مساله اهو، ولكن نحلها مع بعض ثاني. هقول انا عندي 3 باي على 4. خلي بالك هناك انا في الريديان من الديجري لما حولتها ريديان ضربت في باي على 180. هنا العكس بقى، هضرب في 180 على باي. خلاص. يبقى ابدا اختصر، الباي دايما هتضيع مع الباي. طب 4 مع ال 180 يبقى 45. 45 في 3 يبقى يعطيني 135 درجه والمساله انتهت لك. طب الثانيه عندنا عباره عن مين؟ عباره عن 3 باي على 2 هضربها في 180 على باي. يبقى اذا كان ده بيساوي، نختصر حتى يدوي، باي مع الباي مع ال 90 يبقى لنا 90. 90 في 3 بكام؟ ب 270 درجه. وهكذا بالنسبه للباقي، فممكن اسهم لك اياه تتدرب عليهم. خلاص؟ يبقى ده 35 و36 اتدرب عليهم، وانت بتسمع الفيديو اكتب النتيجه ده تحت في التعليقات نشوف مين هيحل صح. تعال بقى نشوف سؤال ثاني مشابه للسؤال اللي حليناه من شويه. مشابه للسؤال اللي حليناه من شويه. ولكن خلي بالك هنا عاطيني الزوايا باستخدام مين؟ الباي، يعني دي عباره عن راديان. دي عباره عن راديان. فعشان احل المساله هنا باستخدام الراديان، خلي بالك من المساله ايه؟ بيقول لك يوز سيركل زد تو فايند ذا لينكس. فالعلاقه ما بينهم بين ال والثيتا والار بالراديان اللي انت قدامكم دي، اللي هي ال تساوي الثيتا تساوي ال ار، او اقول ان ال تساوي ثيتا مضروبه في ار. بس خلي بال هنا الثيتا دي عباره عن مين؟ بالقياس الراديان، القياس الدائري. اما لو كان القياس ليس دائري، قياس درجات، فبقول نقسم الزاويه على 360 في 2 باي ار. فخلي بال. طيب اذا هنا في هذه الحاله هعمل ايه؟ هبدا استخدم هذه القاعده. طيب تعال نستخدم القاعده كده ونشوف نعملها ازاي. يبقى احنا عندنا بيقول انا عايز قياس القوس الارك، قياس القوس دي كده ايه؟ فين قياس القوس ده؟ كيو ار. طب والثيتا بتاعته كام؟ يبقى انا عندي الثيتا عباره عن باي على 3. طب وبي زد فين بي زد؟ بي زد سامع واحد بيقول يا استاذ ده عباره عن راديوس، صح؟ يبقى الراديوس هي عباره عن 12 قدم. يبقى اذا ال هي عباره عن مين؟ ار مضروبه في الثيتا. يبقى الار عندنا 12 مضروبه في باي على 3، يعني النتيجه كام؟ هتبقى 4 باي. طب هو عايز نير استهان، لا يبقى لازم احولها باستخدام الاله الحاسبه. يبقى احول الكلام ده بالاله الحاسبه، اقول له 4 باي وهضغط على اس دي حولتها. هو عايز نير هندرس رقمين. طب انا عندي 6 5 وجنب 5 6 وخلي 6 ثانيه بنزيد اللي جنبها 1 يبقى 57. يبقى دي عباره عن تقريبا 12.57. طب مع نفس الكلام، هو نفس الكلام اللي تحته، انا عايز القوس اس تي. فين اس تي؟ القوس اس تي. يبقى اذا الثيتا اللي عندنا كام؟ هتبقى باي على 9. طيب اس زد، اس زد اللي هو مين؟ هذا الجزء. طب ما إيه هذا الجزء؟ عباره عن الراديوس. يبقى اذا الراديوس عباره عن 8. يبقى اذا ال هي عباره عن ار ثيتا. طب ار ثيتا الار ب 8 مضروبه في باي على مين؟ على 9. هحولها مره واحده بالاله الحاسبه.
يبقى قولي 8 مضروبه في باي على كم عندنا؟ على 9 يساوي اضغط اس دي. هتلاحظ 2 9 اللي 9 جنبها 2 مش هنزيد حاجه، يبقى 2 79 يبقى 2.79. طبعا هنا انش، يبقى اذا الطول برضو انش. هنا اللي فوق فيت، يبقى لازم الطول يكون هنا فيت. طب حاجه ثانيه، مساله ثانيه، انا عايز بي كيو. فين بي كيو؟ هذه الضلع. طب هو عامل لي المربع الاحمر، دايما المربع الاحمر معناه قياسه 90 او باي على 2. يبقى اذا الثيتا، الثيتا في هذا الجزء هو عباره عن مين؟ باي اوفر 2. طيب ايه ثاني؟ بيقول لي تي زد، تي زد يبقى اذا هذا الجزء يبقى ده عباره عن ريديوس. يبقى عباره عن مين ريديوس؟ عباره عن 14. وبالتالي ال ال تساوي الار عندنا ب 14 مضروبه في الثيتا باي على 2. يعني النتيجه تبقى 7 باي، ولكن انا عايز اقربها لاقرب جزء من 100. يبقى 7 باي، اقول 7 باي يا ترى بتساوي كام؟ 7 باي تساوي اضغط على الاس دي 2.99، 21.99. يبقى اذا دي هتساوي كام؟ اقول له 21 21.99، طبعا سنتيمتر، يبقى الثانيه سنتيمتر. هذه المسألة. يبقى اذا المسائل سهله يا شباب، بس هي اهم حاجه افهم لما يديني مثلا يقول لي تي زد عباره عن ايه؟ عباره عن نصف قطر. طب بي زد عباره عن ايه؟ نصف قطر. طب لو قال لي تي ار، لا تي ار عباره عن القطر كله، يبقى لازم اقسم على 2، لازم اقسم على 2. لسه بنتكلم عن تي ار، اعطاني تي ار. فتي ار دي، التي ار هي عباره عن مين؟ عباره عن الدايمتر او القطر. فانا محتاج الار فقط، يبقى الار تساوي اقول له 20 على 2 يبقى 10 انش. طيب انا عندي هنا بيقول لي فين التي ار دي؟ عايز بي تي، عايز بي تي، عايز هذا الجزء، هذا القطر. طب انا عندي تي ار دي عباره عن قطر، يبقى المفروض مجموعهم كلهم 180. طب دي عندنا باي على 3 وعندنا باي على 2، كم بقى؟ ال 180 خلي بالكم بطريقه الباي، بطريقه الريديان اللي هي عباره عن باي. يبقى اقول الباي نطرح منها باي على 3 ونطرح منها باي على 2. يبقى باي ناقص، طبعا دي هتبقى عندنا 2، هتبقى عندنا كام؟ دي هتبقى سالب، سالب 2 وسالب 3، يبقى سالب كام؟ 5. هتبقى او احنا كاتبين السالب، يبقى موجب 5 باي على كام؟ يعني النتيجه تبقى عندنا باي على مين؟ باي على 6. يبقى اذا الثيتا اللي عندنا المفروض تساوي باي على 6. خلاص، يبقى اذا ال عباره عن مين؟ الار اللي هي 10 مضروبه في باي على 6، وبالاله الحاسبه انت هتجيب قيمتها. ايه، احسب قيمتها واكتب لي في التعليق قيمتها كام. تعال بقى نشوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل معاه ازاي. ادي سؤال ثاني على مديول 5 برضه، ميزنا مديول 5، ودي السؤال رقم 9 في الهيكل. فانا بيقول لي فايند ايتش فاليو، فهو هنا رقم 13 عايز الاكس، وعايز ميجر اوف دبليو، يعني عايز زاويه دبليو كام، وهو عايز قيمه الاكس دي بكام. فنخلي بالنا، طب احنا عندنا في السؤال ده بالنسبه لنا احنا هنا، طالما عندي، خلي بالك من هنا، طالما عندك قطر، طالما عندك هذا الضلع يعتبر قطر، يبقى لابد ان يكون هذه الزاويه قياسها كام؟ 90. لازم يكون زاويه 90. طيب 90، يبقى اذا مجموع زوايا المثلث كله كام؟ 180. يبقى اذا دي عباره عن 90، هضيف عليها الاكس وهضيف عليها اكس زائد 12 يساوي كام؟ تساوي 90. وبالتالي احصل على هذه النتيجه، جمعت الزوايا كلها 90. طب يا استاذ انت كاتب لي 90 مش 180. ما ممكن اعملها بالطريقه دي، ممكن اقول الثلاث زوايا 180. طب ما انا عندي زاويه 90، يبقى لازم الاثنين التانيين مجموعهم 90، ودي صح ودي صح. يعني ممكن اقول له كده 90 زائد الاكس زائد الاكس زائد ال 12 تساوي 180. طب ما كده كده انا هطرح ال 90 من الطرفين، يبقى اذا اكس زائد 12 زائد اكس يساوي كام؟ يساوي 90 بس. يبقى دي صح ودي صح. فبعد كده هجمع الاكس مع الاكس، يبقى عندنا 2 اكس يساوي زائد 12 يساوي 90. هنقول ال 12 باشاره ايه؟ هنقول ال 12 باشاره مخالفه، احصل على هذه النتيجه والمساله خلصت. ولكن انا هنا جبت، اوجدت مين؟ اوجدنا قيمه اكس. يبقى انا اوجدت السؤال الاول كده، طب انا عايز الدبليو، اروح اعوض. طالما جبت الاكس يبقى سهله، ان انا بعمل ايه؟ بعمل عمليه تعويض. هنعوض عن مين؟ يبقى اذا اقول له قياس زاويه دبليو تساوي اللي هي عباره عن اكس زائد 12. طب الاكس جبناها بكام؟ ب 39، يبقى 39 زائد 12، يبقى اذا الدبليو عباره عن 51 درجه والمساله خلصت. ادي سؤال، فالاسئله سهله جدا، ولكن خلي بالك في طريقه الحل.
ازاي بنحل المسألة. طب تعالى نحل مسألة تاني، عايزين اكس، قلنا طالما دي قطر، طالما دي قطر يبقى الزاوية اللي فوق 90، طالما الزاوية اللي فوق 90 يبقى مجموع الزاويتين اللي هنا 90، احفظها كده. يبقى اذا انا عندي قياس، اقدر اقول له قياس زاوية تي، يبقى قياس زاوية تي زائد قياس زاوية الار لابد ان تساوي كام؟ 90. ليه؟ لان انا عندي قياس زاوية اس اساسا لوحدها 90. طب زاوية تي بكام؟ هو كتبها لي كده 4x ماينس 6 زائد زاوية ار بكام؟ ب2x. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 90. 4x بلس 2x يبقى 6x ماينس 6 ايكوال 90. طبعا هنا هنعمل ايه؟ نرحل بشكل مخالفة او هنضيف 6 للطرفين، يبقى 6x يساوي 90 زائد 6 يبقى 96. اقسم على 6 يبقى عندنا كام؟ 16. يبقى كده انا اوجدت قيمه الاكس اللي هي المساله رقم كام دي؟ المساله رقم 15. طب المساله رقم 16 انا عايز قياس زاويه تي. طب التي عباره عن مين؟ عباره عن 4 اكس ناقص 6، نعوض يبقى 4 في 16 ناقص 6 يعني 64 ناقص 6 يبقى يساوي كام؟ 58 درجه. هذه هي قيمه مين؟ فتلاحظ المسالتين شبه بعض، اختلاف فقط الارقام وغير لي شكل المساله، غير لي الحروف. يبقى احنا ما فيش مشاكل، المساله المساله سهله. فنخلي بالنا هل اختلف دي؟ نفس الكلام، قطر يبقى في زاويه 90، طالما دي قطر يبقى زاويه 90، هنا عندنا قطر يبقى هذه زاويه 90، يبقى مجموع الزاويتين بقت 90. يبقى اذا تعالى نحل كده مع بعض، ونحل واحده ونترك له واحده الايه؟ للتدريب. يبقى انا عندي دلوقتي اقول له قياس زاويه اللي هي الزاويه دي كده اللي 5 اكس ناقص 2 زائد الزاويه الثانيه اللي هي 2 اكس زائد 8. الكلام ده لازم يساوي 90 لان انا عندي الزاويه فوق 90، يبقى باقي من المثلث 90. يبقى اصبح عندنا 7 اكس بقي زائد 6 تساوي 90. اطرح 6 من الطرفين هيبقى عندنا عباره عن كام؟ يبقى 84. اقسم على 7 يبقى اذا عباره عن مين؟ عباره عن 12. يبقى كده انا حصلت قيمه اكس اللي هي مطلوبه مني. هنا مش مطلوب قيمه اكس، ولكن اجباري لازم اجيب قيمه اكس عشان اوجد الكلام اللي هو طالبه. طب انا عايز زاويه جي، يبقى قياس زاويه جي عباره عن مين؟ جي عباره عن 5 اكس ناقص 2، اعوض 5 هضربها في 12 يبقى قيمه اكس ناقص 2، يبقى احصل على بالحاسبه 58. طب الزاويه الثانيه هو عايز زاويه كي، طب ما هي عباره عن 2 اكس زائد 8. طب الاكس احنا حصلناها بكام؟ ب 12 زائد 8، بالآلة الحاسبة هتبقى 24 زائد 8 يعني 32 درجة، والمسألة خلصت. زي ما أنت شايفين مسألة سهلة، ولذلك هسيب لك أنا دي للتدريب. يبقى هنتدرب عليها. خلي بالك. طيب نيجي مثلا سؤال تاني، إذا كان هنا كان عندنا مثلث، أصبحت النوع التاني هنا عبارة عن أشكال رباعية. طبعا هنا نخلي بالنا إن الشكل الرباعي أي شكل رباعي مجموع قياسات زواياه 180. أي شكل رباعي مجموع قياسات زواياه 180. وهنا كمان ممكن استخدم خاصية تانية، لو انا عندي مثلث زي كده شكل رباعي والدائرة تمر برؤوسه بهذا الشكل، يبقى نقدر نجمع أي زاويتين قصاد بعض ومجموعهم 180 بس، بدل ما أجمع الأربع زوايا، بدل ما أجمع الأربع زوايا. يبقى دي طريقة. يبقى إذا أنا عايز زاوية R وزاوية S، زاوية R وزاوية S، فنعمل إيه؟ يبقى لابد من إيجاد قيمة الإكس، لابد من إيجاد قيمة الإكس. فهنجيبها إزاي؟ ممكن بطريقة بسيطة، أول حاجة ممكن أقول مجموع الزوايا كلها شكل رباعي، يبقى أقدر أقول الأربع زوايا مجموعهم 180، أو أعمل إيه؟ آخذ زاويتين قصاد بعض كده وأقول إن مجموعهم 180. يبقى دي درجتين أهو. إما أقول مجموع الأربع زوايا، يعني أجمع الـ 3x زائد الـ 110 زائد الـ 75 زائد الـ 2x وأقول دي 360، دي طريقة. الطريقة الثانية طالما الدائرة تمر برؤوس المثلث دي بشكل رباعي، فاحنا بنقول عليها انسكرايبد، يعني هي دي عباره عن داخل، موجود داخل مين؟ داخل الدائره. ادي بالنسبه لمين؟ طب يبقى اذا الحاله الثانيه اقدر اخد زاويتين قصاد بعض اقول هي مجموع 180، يعني اقدر اقول ال 110 زائد ال 2 اكس تساوي 180، ودي بقت اسهل. فاما اقول كده او اقول كده. طب يبقى انا عندي دي 110، نطرح نوديها الناحيه الثانيه نطرح، يبقى 2 اكس تساوي 180 ناقص 110 تبقى 70. يبقى اذا الاكس يساوي كام؟ يساوي 35. انا هنا اوجدت الاكس، بس هو مش عايز الاكس، هو عايز قياس زاويه ار، قياس زاويه ار
تساوي هي عبارة عن اي ار اللي هي 3 اكس. يعني اقول 3 مضروبة في 35 احصل على كام؟ 105 درجة. طب قياس زاوية اس يبقى 2 اكس، يبقى 2 في 35 احصل على 100، احصل على 70 درجة. حاجة تاني، المسألة مالتيبل تشويس، تمام. يبقى انا عارف ان الزاوية اللي هنا والزاوية اللي هنا مجموعهم 180، يبقى انا عايز زاوية، هو عايز زاوية اس، يبقى اقول له 180 ناقص 110 يساوي 70 مباشرة. طب انا عايز زاوية ار، طب انا عندي لازم زاوية ار وزاوية بي لازم يكون مجموعهم 180، يبقى اذا 180 ناقص 75 يبقى 105، طالما المسألة مالتيبل تشويس. طيب نيجي المسألة الثانية، هل اختلفت ولا لا؟ هي نفسها نفس القصة، ولكن كلها عاطينها هي رموز. طب فانا عندي زاويه اكس والزاويه زد قصاد بعض، يبقى لازم يكون مجموعهم 180. يبقى اصبح عندي اقول قياس زاويه اكس زائد قياس زاويه او ميجر اوف انجل اكس بلس ميجر اوف انجل زي يساوي كام؟ 180. اعوض، يبقى 3 واي ماينس 7 بلس 3 واي بلس 1 ايكوال 180. 3 واي و 3 واي يبقى عندنا 6 واي. نيجاتيف 7 مع بوزيتيف 1 يبقى نيجاتيف 6 نيجاتيف 6 يساوي 180. تبدا تضيف او اد 6 تو اتش سايد يبقى 6 واي يساوي 186. من هنا نبدا نوجد قيمه الواي، يبقى قيمه الواي بكام؟ 18 على 6 يبقى 3، يبقى 31. ولكن انا مش عايز الواي، انا عايز قياس زاويه، عايز زاويه اكس. يبقى اقدر اقول قياس زاويه اكس هي عباره عن 3 واي ناقص 7، يبقى الكلام ده يساوي 3 في 31 ناقص 7، يعني تبقى 93 ناقص 7، وبالتالي يبقى عندنا 186 درجه. طيب دي بالنسبه لمين؟ للدبليو. طب انا عايز الاكس، يبقى نفس الكلام الدبليو زائد الواي يبقى قياس زاويه دبليو بلس انجل اوف انجل اوف واي ايكوال 0 ايكوال 180. سوري، هجمع، يبقى عندنا x plus 18 plus 2x equal 180، يبقى أصبح عندنا 3x plus 18 equal 180. subtract 18 from each side then we get 3x equal، طبعا هطرح كده 180 يبقى عندنا 160، يبقى إذا 100 كام؟ 162، يبقى دي 162. اقسم على 3 يبقى قيمة x يساوي 5، 12 عدد بكام؟ 4، يبقى 54. ولكن انا عايز قياس زاويه مين؟ دبليو، لان احنا خلاص جبنا اوجدنا قيمه الاكس، يبقى قياس زاويه دبليو اللي هي عباره عن مين؟ اكس بلس 18. يبقى عندنا 54 زائد 18 يساوي كام؟ يساوي 72 درجه. زي ما انتم شايفين اسئله بسيطه، وهي معتمده على انها ان مجموع اي زاويتين متقابلتين مجموعهم 180 لان شكل رباعي دائري. طبعا هذه القاعده ممكن استخدمها بس لما يكون عندنا كلها اكسات، اما هنا في جزء اكس وفي جزء واي مش هستفاد منها بحاجه، مش هستفاد منها. يبقى الافضل ان استخدم خواص الشكل الرباعي الدائري، ان مجموع اي زاويتين متقابلتين لازم يكون مجموعهم 180 درجه. تعالى نشوف سؤال ثاني ونشوف نتعامل معه ازاي. هذه مرة تانية ناخد مع بعض سؤال. هنا نفس الكلام، جايب لي نظام يعني حاجة كده مثلا زخرفة أو زي يعني بيقول لك جيرس بوت أ سيركل بيكتشر فريم، يبقى دي صورة ويز أ جيومتريك ديزاين. ذا فريم هاز كواليترال كوادراترال يعني شكل رباعي انسكرايبد إن أ سيركل. يبقى دي الكوادراترال اللي هو مين؟ اللي هو ال L وال K وال A وال G M. فبيقول استميت ذا فاليو اوف اكس. طب انا عندي الفاليو اوف اكس، طب طالما دي انسكرايب انها سيركل يبقى لازم مجموع الزاويتين دول يكون 180، يبقى تعالى نجمعهم كده مع بعض. يبقى اقدر اقول له كده 4 اكس ماينس 2 بلس 5 اكس ماينس 25. هنا بيقول لك استميت يعني 5 يعني قدر، فطبعا هنا قدر يعني ممكن تخمنها من عندك وانت بكذا توجد مين exact value of x and the. يبقى دي احنا الطريقه دي اللي احنا هنعملها، هنعمل exact value. فدي الاولى استميت عن تقدير. يبقى اذا ممكن اقول ايه؟ ان انا اقول دي مثلا تقريبا دي 90، فالزاويه 90 لو قسمت على اربعه مثلا يبقى كل واحده مثلا نقول ايه 23 درجه، يبقى قيمه الاكس مثلا 23 بس دي التخمين.
اما بيقول لي فايند اكزاكت، خلاص يبقى مجموع الزاويه ال والزاويه جي مجموعها 180، يبقى 4 اكس ناقص 2 زائد 5 اكس ناقص 25 لازم يكون 180. هذه الاسكرايبد كوادريلاترال انسكرايبد ان سيركل، يعني شكل رباعي مرسوم داخل دائره. وبالتالي يبقى عندنا 9 اكس ماينس 27 ايكوال 180، يبقى عندنا 9 اكس يساوي 180 زائد 27، يبقى اذا هتبقى عندنا 200 وكام؟ 207. اقسم على 9 يبقى اذا الاكس يساوي 20 على 7 فيها 2 ب 18 يزيد 2 يبقى 27 على 9 في كام؟ فيها 3 او بالالحاح. يبقى زي ما قلنا زي ما خمناها تقريبا 3 كام؟ 20. طيب انا عايز زاويه جي، طيب يبقى اذا قياس زاويه الجي عباره عن مين؟ انا عندي 4 اكس ناقص 2، يبقى 4 مضروبه في 23 ناقص 2. 4 في 23 يبقى 4 في 3 ب 12، 4 في 2 ب 8 و1 كام؟ 9 ناقص 2. زي ما قلنا احنا اساسا قياسها كان تقريبا قياسها 90 درجه الزاويه كلها عامه. فقال لي سؤال من الاسئله يبقى خلي بالك. بعد انا بقول لك از يور انسر از نبل جاست فاليو، يبقى اذا هنا انت عايز تقارن ما بين الاجابه دي والاجابه دي. ليه؟ انا ممكن الشكل قدامي الزاويه اللي عندنا كي جي ال دي انا شايفها انها زاويه قائمه. زاويه قائمه فيبقى اذا الاثنين يعني التخمين صح والطريقه الثانيه اللي هي الخطوات برضه صحيحه. تعالى بقى نشوف حاجه ثانيه من الحاجات الموجوده عندنا. مديور رقم 6. المديول رقم 6 اللي هو السؤال رقم 11 و 12 في على المديول ده. فهنا طالب مني مساحات. طب انا عندي متوازي اضلاع فلازم اكون عارف مساحه متوازي اضلاع البي اتش. طب ايه هي البي؟ يبقى خلي بالك هذا هو ارتفاع. ففين القاعده المناظره دي؟ هذه القاعده المناظره دي. طب ما طالما الضلع اللي فوق 12 يبقى هذه القاعده 12. يبقى قيمه البي اللي هي البيز 12 والهايت كام؟ 9. يبقى كل اللي هنعمله اضرب 12 في 9 المسافه. طب هنا بقى نخلي بالنا انا عندي هنا بيقول لي البي طبعا الضلع ده كام؟ 22. يبقى هذا الضلع 22، يبقى ده 22 ولكن مش عاطيني ارتفاع ولكن عاطيني هذا الجزء ب 10 والجزء ب 26. يبقى انا عندي هنا مثلث قائم الزاويه، يبقى لازم استخدم نظريه فيثاغورس مكتوبه قدامنا. طب مين هي الاي والسي والكلام ده؟ دايما هتبقى دي الاي ودي عباره عن البي والوتر هو السي. نبدا نعوض. يبقى الـ A معروف والـ B مش معروفة، الـ C معروف، أبدأ أعوض وأشوف النتيجة كام بالآلة الحاسبة. يبقى أنا عوضت عن الـ A والـ C. طبعًا دي ممكن أحسبها دي 100 ودي هتبقى كذا، أطرحهم بالآلة الحاسبة وأروح يعني أروح له بشارة مخالفة. يبقى دي 26 تربيع ناقص 10 تربيع بالآلة الحاسبة 576. هات الجذر التربيعي أحصل على إن الـ B بـ 4. يبقى إذا الـ B هي عبارة عن مين دي؟ هي عبارة عن الارتفاع هنا. هو إيه؟ الارتفاع. يبقى اذا في هذه الحاله انا عندي الارتفاع وعندي القاعده. الارتفاع حصلناها كام؟ 24. والاتش اللي هو ده سوري القاعده البي هنا، خلي بالكم من الحروف انا ممكن اتلخبط كده في الحروف. هنا البي هي ارتفاع يبقى دي نقصد بيها الاتش، فممكن نسميها اتش احسن عشان ما نغلطش. طب والبي الثانيه دي القاعده هنا المساحه، يبقى دي عباره عن القاعده. فالقاعده عندنا طلعت بكام؟ 22. في الارتفاع اللي انا جبته بكام؟ ب 24. هضرب الاثنين مع بعض وتبقى المساله خلصت بهذا الشكل. نفس الفكره هنا، بس هنا مش عاطيني القاعده ضلع، عاطيني الزاويه دي. في خلي بالنا طالما عاطيني الزاويه دي 60 يبقى اقدر اوجد قيمه الاتش دي. اوجد قيمه الاتش. طب اوجد قيمه الاتش ازاي؟ خلي بالك من هذه الجزئيه. طيب تعالى بقى نشوف نوجد قيمه الاتش ازاي. اولا انت خدت النسب المثلثيه. فانا عندي الاتش تعتبر الاوبوزيت ودي تعتبرها هابيتونيس. يبقى انا عندي صاير 60 المفروض تساوي الاوبوزيت على الهابيتونيس. يبقى اذا الاتش يساوي كام؟ اقول له 4 ساين مين؟ ساين 60. ودي طبعا دي ممكن اجيبها بالاله الحاسبه، بس ركز خلي بالك الاله الحاسبه على وضع ديجري. انا هنا مثلا على حرف الار يبقى ما ينفعش، لازم احولها للديجري. يبقى بضغط شيفت من يو هختار كلمه انجل يونت وبعد كده بختار كلمه ديجري اللي رقم 1. الاله الحاسبه القديمه اضغط شيفت مود هتظهر معاك رقم 3 ديجري ورقم 4 راد، يبقى انت هتختار رقم 3 ديجري. يبقى اذا هبدا احل دي بقول 4 ساين ساين كام عندنا؟ 60 ونقول يساوي احصلها 2 جذر 3 يبقى دي عباره عن 2 جذر مين؟ يبقى اصبح الاتش معروف
الضلع اللي فوق هو نفس الضلع اللي تحت، يبقى هو القاعدة. يبقى البي اللي هي البيز هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن 5.5. يبقى إذا الأريا هي عبارة عن بي اتش، وبالتالي البي عندنا عبارة عن 5.5، هنضربها في الاتش اللي هي 2 جذر ميم 3. طبعا دي بالآلة الحاسبة وأنت بتكملها، وطبعا بتقربها أقرب 10 رقم 10 أو حاجة كده، بيقول لك نيرست 10. يبقى إذا أمكن، إذا إف نسيسري، يعني لو أنت محتاج تقريب قربها لأقرب جزء من إيه؟ من 10. يبقى أقدر أعملها له كده، أقول 5.5 مضروبة في عبارة عن 2 جذر 3، وأقول له يساوي. أضغط اس دي، ده عندي أعطتني 11، 11 جذر 3 مش عايزها أنا كده، أنا عايزها أقربها. يبقى إذا أضغط اس دي عندنا 0.5، هو بيقول لي نيرست إيه هنا؟ نيرست 10، خلاص يبقى 0.5، يبقى هزود الجنبها واحد، يبقى 19.1. حلو. طبعا التمييز بتاعنا هنا فيت، يبقى لازم الناتج اللي عندي اكتبه ايه؟ اكتبه فيت. طب سؤال تاني، الزاويه 45، على فكره الزاويه بالنسبه لو الزاويه 60 ممكن تحفظوا لها قاعده يا شباب على طول، ان دايما الضلع ده مضروب في جذر كام؟ في جذر يعني جذر 3 على 2، جذر 3، يبقى الضلع في جذر 3 على 2. طيب لو الزاويه 45 اقدر احفظ الكلام ده، الاس يعني الصيد اللي هو مين؟ اللي هو ده. او انا مش حافظ، خلاص انا عندي الضلع دي 7 يبقى دي 7. طب عندي انا عايز محتاج دي، يبقى دي الاتش. فانا عندي مقابل على وتر، يبقى عندنا اتش على 7 تساوي ساين 45. فممكن اعملها كده، يبقى اذا الاتش عباره عن مين؟ عباره عن 7 ساين 45. يبقى اتش على 7 مقابل على وتر يساوي المقابل على الوتر يساوي ساين 45. طيب يبقى اذا الاتش يساوي كام؟ 7 ضرب 45. يبقى اذا في الحاله دي المساله خلصت. يبقى انا هنا هوجد مين هنا؟ اوجدنا قيمه الاتش. او تحفظ القاعده دي ان اس جذر 2، اس جذر 2. يبقى اذا الاتش بكام؟ ب7. هنا على فكره هو عاكس الحروف. يعني هو عامل هنا الاس وهنا عامل مين؟ الاتش. يبقى دي فيها خطا هنا في الحروف بتاعتهم. وبالتالي احصل على مين؟ على ان الاس يساوي 7 جذر 2 على 2، اللي انا لو حسبتها هنا بالاله الحاسبه تطلع معايا على طول، ولا الخبط نفسي يعني، ولا الخبط نفسي بالحاجات دي. فهنا خلي بالنا ان انا عندي الاتش يقصد هو المفروض الصيد دي مش الاتش، فهنا في خطا في الكتاب. يبقى اذا دي عباره عن مثلا لازم يكون الصيد يساوي كذا. او يا شباب احسن حاجه انتوا ريحوا دماغكم، سيبكم من دي وخلينا في مين؟ خلينا في القاعده اللي احنا شغالين بيها، احسن احسن لنا كده. يبقى هعملها كده، اقول له كده عندنا الاتش على 7 تساوي ساين 45، ولا نحفظ قوانين ثانيه ولا حاجه، احنا حافظين الساين. وبالتالي الاتش تساوي 7 ساين 45 درجه، ودي بالاله الحاسبه هتلاقوها 7 جذر 2 على مين؟ على 2، ودي افضل لنا. طب انا عندي البي والاتش، طب فين البي؟ انا عندي هذا الضلع 14، يبقى هذه القاعده 14، يبقى هي البي، يبقى دي 14 مضروبه في الاتش اللي انا جبته، خلاص يبقى انا هنعوض نحصل على مين؟ على هذه الجزئيه. يبقى عندنا 14 في 7 جذر 2، بالاله الحاسبه نحسبها نلاقيها 29.3. طب تعالى نشوف المثل اللي بعده. احنا عندنا هنا دي 18 ودي 24. طب انا عايز الضلع ده اجيبه ازاي؟ يبقى هو ده يعتبر اتش، لان طالما قائمه يبقى اتش، او اعملها كده هي دي باين هتبقى الاتش. طب انا عندي الضلع موجود ده 15، طب خلي بالك ان طالما اللي فوق 18 يبقى هذا الجزء اصبح 18 او 18، باقي كام من ال 24؟ يبقى باقي 6. يبقى اصبح عندي مثلث قائم الزاويه اقدر اطبق نظريه فيثاغورس. مش ضروري اكتبها ايه تربيع زائد بي تربيع، انا اقول مربع الوتر مباشره كده، مربع الوتر يبقى 15 تربيع يساوي مربع الارتفاع اللي انا عايزه يبقى اتش تربيع، زائد الضلع الثاني يبقى 6 تربيع. يا 15 تربيع ب 225، 6 تربيع ب 36 هتروح باشاره مخالفه يساوي اتش تربيع. يبقى قيمه الاتش يساوي كام؟ هنطرح بالاله الحاسبه وناخد كده، ناخد الجذر التربيعي. يبقى اذا الاله الحاسبه نقدر نعملها مره واحده بهذا الشكل، اقول كده الجذر التربيعي 225 ناقص 36 بالآلة الحاسبة ونحسب. يبقى أنا عندي جذر تربيعي 225 ناقص 36 يساوي حصلناها 3 جذر 21. ولكن أنا عايز الأريا، أنا عندي الضلع ده كله القاعدة،
يبقى عندنا الاريا تساوي البيز اللي هي 24 مضروبه في الارتفاع اللي احنا جبناه اللي هو جذر 21، 3 جذر 21. يبقى الكلام ده اللي انا موجود عندي هضرب في 24، هضغط على اس دي احصل على كام؟ 329.9. يبقى 329.9 ملي متر سكوير. فزي ما انتم شايفين مساله بسيطه، فمش شرط ان انا اكتب نظريه فيثاغورس ان ايه تربيع ده بي تربيع يساوي سي تربيع، عادي على حسب الحروف اللي عندك افضل. لان انت لو سميتها بي تربيع ممكن تلخبط ما بين البي بتاعت المساحه اللي هي البيز والبي بتاعت نظريه فيثاغورس. فخلي بالك هنا بقى الترابيزويد. الترابيزويد عندنا برضه لازم اوجد الارتفاع، طبعا عندي دي ب6 ودي ب10، يبقى اعمل ايه؟ هطبق نظريه فيثاغورس. مين هي الايه؟ ادي الايه. مين هي السي؟ هي السي. طب وهنا عايز عباره عن مين دي؟ الاتش اللي احنا هنسميها بي. يبقى اذا ابدا اعوض واحل عشان اوجد مين هذه الضله. يبقى اذا هنا يفضل ان نسموها اتش شباب، يبقى ممكن نسميها اتش كده. يبقى اذا الاتش عباره عن مين؟ خلاص عمليه حسابيه بسيطه بالاله الحاسبه زي ما عملنا، الاحظ ان البي تربيع او الاتش تربيع يساوي 6. يبقى اذا قيمه البي تساوي كام؟ قيمه البي هنا هي اللي يعتبر بها هنا الاتش شباب. نعتبرها اتش عشان ما نغلطش في المساله، يبقى دي هنسميها اتش كده. او لو دي النظريه واقول ان البي انا بسميه اتش وخلاص. يبقى انا عندي الاتش يساوي كام؟ الاتش اللي احنا جبناها 8. طب ايه هي بي 1 وبي 2؟ قال القاعدتين المتوازيتين، هذا الضلع بالكامل وهذا دايما اخذ القاعدتين المتوازيتين. يبقى عندنا 8 اسميها بي 1 مثلا، والاثنين طبعا هجمعهم مع بعض عشان اسميهم بي 2، وبعد كده اعوض ونسى خلص. يبقى هعوض على الاتش وبي 1 وبي 2، وبعد كده هعمل ايه؟ احسب الحاسبه المساله. طبعا 9 زائد 6 اللي هي القاعده اللي تحت دي. فممكن انا اجمعها اكتبها 15 مباشره عشان ما اكتبش اقواس كتير، يعني المفروض اكتبها كده النص، نكتب كده نص مضروبه في 8 في 8 زائد 15 وبقى الحاسبه كام؟ ادي سؤال ثاني على الترابيزويد. سؤال ثالث برضه نفس الكلام على الترابيزويد. قلنا القاعده دي يا شباب فيها مشكله. فيها مشكله. الاتش هنا نخلي بالنا ان هي يقصد بها دي الضلع اللي هو الهايبوتنيوس يعني. يبقى هنا الاتش يقصد بها الهايبوتنيوس. يبقى الهايبوتنيوس يساوي اس جذر 2، اس اللي هو السايد اللي هو ده. يبقى خلي بالي منها دي. يبقى هبدا اعوض عن الهايبوتنيوس واوجد منها السايد. الهايبوتنيوس 8، يبقى هنا الاتش يقصد بها هايبوتنيوس يعني ايه؟ الوتر. بعد كده اقسم على جذر 2 وبالاله الحاسبه احصل النتيجه اللي انت لو عايز تعملها تقريبا علامه 20. او انت متردد في هذه الجزئيه قول نعملها كده. انا عندي الاس او مثلا انا هسميه اتش على طول عشان يبقى الارتفاع، لان كده ممكن تلخبط هنا الاتش. هل دي هي ايه؟ لا، الاتش دي هي غير الاتش دي. فانا ممكن اعملها ازاي؟ زي ما قلت لك من شويه ان انا هسمي دي هي عباره عن الاتش، وبالتالي عندنا اتش على 8 تساوي الساين ل 45، وبالتالي اتش يساوي هو الارتفاع بتاعنا عباره عن 8 ساين 45، ومن خلالها اقدر اجيب اللي انا محتاجه. هذه بالنسبه لمين لسه؟ طيب يبقى اذا انا عندي القاعدتين المتوازيتين، تعال نشوف القاعدتين المتوازيتين نعملها ازاي؟ القاعدتين المتوازيتين هم فين؟ هنا قال لي 90 ودي 90، يبقى انا عندي دول كده متوازيين، ولكن خلي بالك ان في علامه زي العلامه يبقى دي 8. طيب 8 فين القاعده؟ فين القاعده الثانيه؟ فين القاعده الثانيه؟ فدي خلي بالنا. طبعا عندي 8 ودي 8، طب هذا الجزء اقدر اجيبه ازاي؟ ما احنا عارفين طالما دي مثلث قائم الزاويه يبقى هذا زاويه 45، يبقى دي 45، يبقى هذين الضلعين متساويين. فاحنا جبنا دي 4 جذر 2، يبقى الثاني 4 جذر ايه؟ 4 جذر 2. ادي ده خلي بالنا من خلاص. يبقى اذا اصبح عندنا القاعده دي كلها لتحت عباره عن 8 زائد 4 جذر 2، والقاعده الثانيه اللي فوق هي عباره عن مين بس؟ عباره عن 8. 8 زائد 4 جذر 2. كل ده اخلصه باستخدام مين؟ الاله الحاسبه. او يفضل طالما انا عايز اعمل علامه عشريه تعالى هنا وحولها علامه عشريه عشان لما تجمعها مع الثمانيه تبقى سهله عليك. طيب بالنسبه اللي هو بالنسبه لمين هنا بيقول لك ده طبعا ده عباره عن مين؟ هنا خلي بالنا ممكن اقول عليها متوازيه اضلاع، او ممكن نقول عليها مثلا معين، ولكن هنا المعين للاسف ما اعطينيش هو ايه؟ ان الاضلاع متساويه. لو الاضلاع متساويه كنت اقول عليها معين. طيب فاذا لازم اوجد الاقطار، فهو مريحني مش هقول لي على هذا الجزء بيقول لي 11. يبقى اذا القطر كامل كام؟
يبقى دي 11 ودي 11، يبقى 22، يبقى القطر الاولاني ب 22. طب القطر الثاني هذا الجزء ب 12، طب يبقى دي 12، يبقى 12 و12 كام؟ 24. المساحه طالما عاطيك القطرين يبقى نص حاصل ضرب القطرين، هو هنا بيقول لي رمز، يبقى اذا دي عباره عن ايه؟ معين. دي عباره عن ايه؟ معين. طب معين يبقى نص حاصل ضرب القطرين، يبقى نص القطر الاولاني اقول له نص مضروبه في 22 مضروبه في كام؟ في 24، والمساله انتهت. حسابات بالاله الحاسبه ونخلص المساله بتاعتنا بهذا الشكل، يبقى هذه البيانات موجوده عندنا بالكامل وبالتفصيل وكل حاجه. هذه بالنسبه لي للسؤال. السؤال الثاني نفس الكلام، لو انا حبيت اوجد الدياجونال بسيط، انا عندي الضلع ده كده ب 25، يبقى دي ب 25، يبقى الدياجونال الثاني كام؟ الدياجونال بتاعنا كام؟ 25 25 50. طب ايه ثاني؟ انا عندي الدياجونال الثاني عطوني اهو، خلي بالك بيشاور لي من اول هنا لهنا كده، اه يبقى هي دي. طب يبقى عندي الدياجونال الاول والدياجونال الثاني، يبقى اقدر اطبق القاعده نص حاصل ضرب مين؟ القطرين. وبالتالي اقول له كده في هذه الحاله عباره عن مين؟ عباره عن نص في 5 في 14 في 50، يبقى اذا نص في 14 في 50 احصل على مين؟ على هذه النتيجه في الاخر بعد التبسيط. يبقى اذا اسئله بسيطه ولكن لازم اكون حافظ القوانين اللي هشتغل عليها. طب مساله ثانيه. اه يبقى اذا هنا خلي بالك، هو بيقول لي دي بكام؟ ب6. يبقى الثانيه بكام؟ الثانيه عباره عن 9. يبقى اذا اول حاجه دي 1 هي عباره عن 6 زائد 9، لان دي عباره عن قايد، النصف العلوي غير النصف السفلي، فخلي بالك ده 15. طب ودي 2 هو عاطيني قياسها تضرب 7، يبقى اريا بتاعتنا عباره عن نص دي 1 دي 2، وبالتالي هقول نص ضرب 15 ضرب كام؟ 7. ودي طبعا بالاله الحاسبه نوجد قيمتها، يبقى احنا عندنا نص اقدر اكتبها 0.5 مضروبه في 15 مضروبه في كام؟ في 7، اضغط يساوي، حصلتها كام؟ 52.5. طبعا 52.5 سنتيمتر، يبقى دي هتبقى سنتيمتر سكوير. طب ما دي نفس الكلام قايد، اعطيني القطرين جاهزين اهم، يبقى دي 1 هي عباره عن 11، دي 2 هي عباره عن 25، يبقى اذا الاريا عباره عن مين؟ نص دي 1 دي 2، اعوض، يبقى نص ضرب 11 ضرب 25، يبقى اذا ايضا بالاله الحاسبه 0.5 تايمز 11 تايمز 25 ايكوال، يبقى عندنا كام؟ 137.5، 137 وكام اونص. طب هنا عباره عن مين؟ عباره عن رمبوس. طب ما هو عاطيني هذا الضلع او هذا الجزء بكام؟ ب 8، يبقى هذا الجزء ايضا ب 8، يبقى اذا دي 1 هي عباره عن 8 زائد 8 يساوي كام؟ 16. طب دي 2 اعطاني كامله مش هقول لي عليها، يبقى 17. يبقى اذا في هذه الحاله الاريا عباره عن نص مضروب في دي 1 مضروب في دي 2 اللي هي 17، يبقى الكلام ده بيساوي الاله الحاسبه وكمل، يبقى 0.5 مضروبه في 17 مضروبه في كام؟ 16، يساوي احصل على 136. وطبعا انش، يبقى دي هتبقى انش ايه؟ انش سكوير. الاولى دي هتبقى عندنا طبعا فيت سكوير. فزي ما انتم شايفين المسائل بسيطه، بس اهم حاجه نكون حافظين مين؟ حافظين القواعد بتاعتنا. حافظ القاعده او المساحه يساوي ايه؟ خلاص المسافه. نيجي بقى للدوائر، السؤال رقم 13. اي دائره مساحتها عباره عن باي ار تربيع. باي ار تربيع، بس خلي بالي انتبه، هل اعطيني نصف قطر ولا قطر؟ لو اعطيني قطر لازم اقسم على اثنين. طب المساله الاولى عباره عن مين؟ موجوده عندي. دي عباره عن مين؟ الار. يبقى ار عندنا ب7، يبقى الاريا عباره عن مين؟ باي ار سكوير. يبقى باي في الار ب7 تربيع، يبقى 7 تربيع، يعني هيبقى عندنا 49 باي. عايزها نيرست تنس، حولها علامه عشريه باستخدام الاله الحاسبه، يبقى انا عندي 49 باي يساوي اضغط على اس دي، تحصلها كام؟ نيرست تنس التسعه جنبها 3 مش هنزود عليها حاجه، يبقى 153.9، 153.9. المساله الثانيه خلي بالك منها، هو مش حاطط لي 18 في النص هنا، يبقى دي معناها القطر كامل. طالما القطر كامل يبقى اذا لابد من ان انا اجيب الراديوس، يبقى عباره عن 18 على 2، يبقى الراديوس كام عندنا؟ عباره عن 9، يبقى الراديوس عباره عن 9 انش. هعوض بقى عن الراديوس في المعادله اللي عندي فاحصل على هذه النتيجه. طب والثانيه؟ طب ما نفس القصه، عندنا الار جاهزه هنا، الار هي عباره عن 10.5، يبقى اذا المساحه عباره عن
باي ار سكوير، يبقى باي في 10.5 اس 2. هاتها بالآلة الحاسبة مباشرة. يبقى أقول له كده، أنا عندي أفتح قوس 10.5 في قوس تربيع مضروبة في الباي، يبقى شفته هي وباي، أضغط يساوي ثم أضغط اس دي. يبقى عندنا خلي بالك من التنث، التلاتة جنبها ستة، يبقى لازم أزود التلاتة واحد، يبقى 346 346 فاصل كام؟ 4. وطبعا دي ايه؟ متر، يبقى اذا متر سكوير. فطبعا مسائل زي ما انتم شايفين مسائل سهله، ولكن خلي بالك من هل عتيق القطر ولا نصف القطر. طب هنا بيقول لك ايه؟ مارسيلا is making a table cloth for a circular table، يبقى عايزه تعمل ايه؟ طاوله دائريه الشكل. ذات هاز دايامتر، اول ما يقول لي دايامتر اقول له الار. الار بكام؟ 8 على 2 تساوي 4. بيقول لي فايند ذا اريا، طب ما هي اريا، طب ما هي دا على هي الدائره، التيبل توب ده دي على هي الدائره، يبقى اذا مساحتها باي ار تربيع. طب ما عندنا الار ب 4 اعوض بيها تبقى 16 باي تربيع. 16 باي تربيع لو انت عملت بالاله الحاسبه احصل على 50.27. طب رجع بيقول لي ايه؟ بيقول لي اف ا سكوير يارد فابريك كوست، خلي بالك من الكلام المكتوب، اف اسكوير يارد، هنا نخلي بالنا من الكلمه دي سكوير يارد. طب ودي قدم، يبقى اذا المساحه هنا قدم تربيع، فانا عندي حاجتين مختلفتين. فهو بيقول السكوير يارد هتتكلف كام؟ 13.99 من 100 من الدولار. What is the minimum Marcella will need to spend to make the table cloth؟ يبقى هنا نخلي بالنا في هذه الجزئية ما ينفعش عندي يكون حاجتين مختلفتين في الوحدة بتاعتهم، لازم أحول يا إما القدم تربيع إلى اليارد، أو أحول اليارد تربيع إلى سكوير يارد تو فيت سكوير. فانا بقول لك ذا اريا از ميجر ان سكوير فيت، بط ذا فابريك، دي يعني بديك اتنشن ليها عشان تنتبه. يبقى هعمل ديفايدد باي كام؟ هنعمل خلي بالنا احنا هنقسم على 9. يبقى خلي بالك الفابريك از ميجر ان يارد سو ديفايد باي 9، يبقى اروح اقسم اليارد اقسم على كام؟ على 9، وبالتالي هعمل احصل على مين؟ على النتيجه اللي عندي بهذا الشكل. يبقى انا قسمت ال 50 داتي عشان احول، ما هو عايز الفلوس دي المبلغ قصاد اليارد سكوير يارد، فلازم احول المساحه اللي عندي من فيت سكوير، يبقى احفظوها. لو انا عايز احول من فيت سكوير الى يارد يبقى لازم اقسم على مين؟ اقسم على 9، اقسم على 9. خلاص يبقى انا كده حصلت على مين؟ على هذه الجزئيه. طب هو عندنا اليارد المربع، اليارد المربع بس سكوير يارد واحده بكام؟ ب 13. طب انا عندي كام يارد؟ 5. يبقى ال 5.58 ده هضربها في تكلفة اليارد الواحدة، يبقى احصل على مين؟ احصل على التكلفة اللي هتكلفها مارسيلا دلوقتي هتتكلف كام؟ حوالي 78 دولار، حوالي 8. فمهم جدا موضوع التحويل من فيت سكوير إلى يارد سكوير، يبقى لازم أقسم على 9، أقسم على 9. شوف سؤال تاني هتلاقي نفس النمط ده. بيقول لك كيوشي is making a circular tile to display houses for his رول بلاينج جيم. Each tiles has a radius of، يبقى هو عاطينا الريديوس، يبقى هنا عاطينا الريديوس اللي هي الار. And is being made out of balsa wood that cost per square feet. هنا انش وهنا فيت، يبقى نفس المشكلة، ولكن مش هنقسم على 9 هنا، لأن الانش يختلف عن اليارد والفيت. فهنا أوجد المساحة الأول. هنوجد، بقول لك find the area. نوجد المساحه باي ار سكوير، طب ما الار ب 2، يبقى لو اعوض هنا احصلها 4 باي تربيع. يبقى هنا اخلي بالي هنا عندي كان نصف قطب الانش، يبقى المفروض الاريا دي هي عباره عن مين؟ الايه؟ هي عباره عن 15.57 انش سكوير. طيب تعالى نكمل ونشوف ايه الموجود عندنا. فهنا بيقول لي how much will it cost Kyoshi to make 30 tiles؟ 30 tiles. طب هو بيقول لي التايلز الواحده بتتكلف كام؟ بتتكلف 1.99. طيب انا لمين؟ للسكوير فيت،
طب انا هدي سكوير فيت يبقى لازم احول. ولذلك انا بديك انتيشن اهو بيقول لك ذا اريا از ميجرد ان سكوير انش بات تايل ذا سوليد از سكوير فيت. طب كيف اقسم؟ يبقى خلي بالي ونعمل القسمه على كام يا شباب؟ على 144. طب ليه 144؟ الطريقه بسيطه، ان انا عندي واحد قدم بتساوي 12 انش. طب لما يكون عندي واحد قدم مربع يبقى هضرب ال 12 في 12 يبقى 12 تربيع بهذا الشكل، يعني تبقى 144. فعشان احول من فيت سكوير لانش سكوير هضرب في كام؟ في 144. طب عشان احول من انش سكوير للفيت سكوير اقسم على 144. هذه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاجهزه الجزئيه، فتبقى المفروض احنا كنا عارفينها. يبقى اذا هروح اقسم بقى المساحه اللي عندي دي، يبقى هقسم المساحه على 144 وتتحول الى مين؟ من انش الى مين؟ احنا قلنا القدم عشان القدم تربيع عشان احول انش تربيع اضرب في 144، عشان احول انش تربيع على قدم يبقى اقسم على 144، وبالتالي حصلت على بهذا الشكل. ولكن تكلفه الواحد فقط كام؟ انا عندي تكلفه الواحده فقط بكام؟ ب 30. هنا سوري انا عايز 30 تايل، فالتايل الواحد مساحته كام؟ التايل الواحد مساحته اللي احنا جبناها، انا عايز 30 تايل هضربها في كام؟ هضرب 30 في دي. طيب يا ترى انا كل دي مساحه التايل كلها اللي عملتها، يا ترى الوحده فقط تكلفتها كام؟ نرجع للتكلفه بقى، تكلفتها تقريبا 2 دولار، يبقى هضرب الكلام اللي انا جبته ده في 2 دولار او 1.99، يبقى اذا التكلفه الاجماليه كام؟ 5.21 دولار. هذه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذه الاجزاء. فنخلي بالك سؤال ثاني على نفس النمط، يبقى زي ما قلنا اعطيني هنا الريديوس خلاص، يبقى الار موجوده بس انش، يبقى اذا هطبق اعوض واحسب بالاله الحاسبه احسب الكلام ده، ولكن نخلي بالنا ان الريديوس انش، يبقى اذا المساحه اللي موجوده عندي عباره عن 201.6 من 100 انش سكوير، لان ممكن يكون في تحويلات فلازم اخلي بالي. طيب بيقول لي what the area glass need for window، خلاص احنا عملناها الاريا. round your answer to nearest hundred، خلصنا كده، يبقى دي مطلوب مش مطلوب مننا حاجه ثانيه فيه، خلاص يبقى هنا لا في تحويلات ولا حاجه، هو عايز مساحه خلاص. يبقى عباره عن النافذه على هي الدائره، نص قطرها كام؟ 8، خلاص عايز المساحه، يبقى دي مساله عاديه خالص. طب الثانيه بيقول لي ايه؟ find the indicated measure round to nearest tenth. طب هنا بيقول لي find the diameter of a circle with an area، خلي بالك عايز الاريا سكوير مليمتر، يبقى اذا الاريا عباره عن باي ار سكوير. طب الاريا عباره عن كام؟ 94 يساوي الباي بقول ار سكوير، يبقى اذا في هذه الحاله ار سكوير ايكوال اقول 94 ديفايدد باي كام؟ ديفايدد باي باي. يبقى اذا الار عباره عن مين؟ الار عباره عن السكوير روت لهذا الكلام. بالاله الحاسبه نكمل، يبقى عندنا سكوير روت والمفتاح الكسور عندنا 94 على كام؟ على الباي. اضغط يساوي، يبقى 5 تقريبا انا بيقول لي نيرست كام هنا؟ بيقول لي نيرست 10، يبقى دي هتتقرب لنص، يبقى اقول له دي 5.5، يبقى اقول له تقريبا 5.5. ولكن انتبه، انتبه لمين؟ طالب منك ايه؟ هنا طالب الديامتر، يبقى اذا في هذه الحاله الديامتر بيساوي 2 ار، يبقى 2 ضرب 5.5 احصل على الناتج كام؟ 11. وهنا طالما سكوير مليمتر يبقى الديامتر ايضا 11 مليمتر، بس من غير سكوير، ديامتر طول طول بس مش مساحه ولا حاجه. طب الثانيه نفس الكلام، بيقول the circle of the area of circle و find diameter، يبقى نفس الكلام اهو، يبقى عندنا الـ A تساوي عبارة عن باي ار سكوير، الـ area 132.7 equal باي ار سكوير، يبقى ار سكوير عبارة عن مين؟ يساوي 132.7 over مين؟ باي. ممكن نكمل في خطوة واحدة أقول الـ R تساوي الجذر التربيعي عشان أستخدم الآلة الحاسبة مرة واحدة. يساوي، يبقى بالآلة الحاسبة نقدر نكتبها بهذا الشكل، يبقى أقدر أنا أعدل كده عشان ما نكتبش كتير في المسألة، يبقى عندنا في هذا كده عبارة عن مين؟ 132.7 يساوي.
برضه 6.5 تقريبا، انا نزلت تنس بقول 6 باي 5. يبقى اذا الدايمتر عباره عن مين؟ 2 ار. يبقى اذا 2 في 6.5 يبقى اذا عباره عن كام؟ عباره عن 13. خلي بالك هنا بيقول لك سنتيمتر، يبقى الثانيه ها سنتيمتر. طيب سؤال ثاني اخير هو رقم 9، هل اختلف؟ في نفس الكلام، ولكن انا عايز الراديوس. خلاص يبقى جبت الاخر سن المساله. يبقى اذا هحسبها ازاي؟ اقول كده يعني ممكن نعملها، نقول كده دايما الار ممكن احسب، لو انا عايز احسب المساله مالتي تشويس سريع يبقى اقول الار تساوي عباره عن جذر الاريا على باي. ممكن تستخدم هذه القاعده عشان تحل بسرعه طالما المساله عندك مالتي تشويس، عشان ما تعملش خطوات كثير اللي احنا عملناها، ولكن هي نفس الكلام ولكن دي جزء مختصر بسيط. يبقى اذا اقول له كلام بيساوي الجذر التربيعي الاريا 112 على باي. طبعا المساله خلصت. يبقى كل اللي بعمله بقول عندنا هنرجع نغير البسط اللي عندنا ده كده ونشوف يا ترى يبقى كام عندنا النتيجه. يبقى عندنا كام عندنا 112 يساوي طبعا دي الاقرب السبعه تقرب التسعه الى 10، يبقى اذا هتبقى 6، يبقى دي تقريبا 6 ايه 6 انش. انش. طيب الثانية عايز الدايمتر، يبقى اقدر اجيب الار بالطريقة السريعة اللي قلنا عليها الجذر التربيعي للاريا على باي. يبقى اذا كان عندي بيساوي كام؟ اعوض. يبقى اذا اعوض وخلصت المسألة، يبقى الجذر التربيعي الاريا عبارة عن 1134.1 على الباي. طب يساوي كام؟ بالآلة الحاسبة. يبقى اقدر اكتبها بالطريقة دي عادي مفيش مشاكل. يبقى نحسب ده نقول 1 1، بعد كده 3 4 0.1، وبعد كده اقول يساوي حصلناها تقريبا 19. يبقى اذا دي تقريبا كام؟ 19.0. يبقى اذا انا عايز مين هنا؟ عايز الديامتر. يبقى الديامتر يساوي 19 ضرب 2 يعني 38 ملي متر. ادي السؤال. فطبعا القاعده دي هتخفف عليك شويه بدل ما تكتب الكلام ده الكثير، احنا يبقى هي خطوه واحده خلاص بالاله حاسبه بنكمل الباقي. طبعا الباقي هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، ولذلك هسيبه لك يا تتدرب عليه. يبقى هذه المساله تدريب والمساله دي ايضا تتدرب عليها. يلا نشوف تطلع بكام. اكتبوا لك النتائج في التعليقات تحت. واخر مسالتين دول هسيبهم لك للتدريب، يعني انت درب نفسك انت وجالس تسمع الفيديو دلوقتي، اتدرب وشوف النتائج اللي عندك يا ترى تطلع معاك كام. اكتبها لي في التعليق وان شاء الله برد عليك بقول لك اجابتك صحيحه او فيها اخطاء، يبقى لازم نراجع مع بعض. او ابعت لي على التليجرام اللي هو طبعا انتم شايفينه في اسفل الفيديو من تحت، موجود رابط التليجرام في الشاشه اللي قدام. وبكده يكون وصلنا لنهايه هذا الجزء. كده ظل معنا جزء واحد ان شاء الله، في فيديو ثاني نخلصه قريبا ان شاء الله نشرح لكم باقي الاسئله المتبقيه عندنا عشان تكونوا جاهزين للامتحان. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.